الحياة حلوة وجميلة وتستحق إن الواحد يعيشها. عبد المنعم إبراهيم فنان مختلف، فنان رائع، فنان في مكانة مختلفة طول الوقت، فنان ما تعرفش يعني ما تعرفش تقول يعني دور إيه أحسن من دور إيه، عمل حاجات كتير قوي. خلي كلامي يكون مزيد من تفاصيله مع ضيفة التاسعة الآن الأستاذة سهيرة عبد المنعم إبراهيم ابنة الفنان عبد المنعم إبراهيم. مساء الخير ومنورانا. مساء الخير. أنت دموع يعني ذكريات قلب طبعا، يفضل الأب أب مهما كان، صح؟ اه فعلا. يعني من الكلام كان فني، كان إنسان جميل، كان أب حنون قوي قوي. ما كانش لا من الأبهات الشديدة قوي ولا من يعني اللي سايبة يعني، بس كان أب جميل. ما مش متواجد كتير في البيت إلا يوم الأجازة يوم الجمعة، بس برضو كنا بس كان بيراعي أطفاله يعني. طبعا. اللي عرفته طبعا. إنه والدة حضرتك توفت مبكرا جدا. كانت أكبر واحدة فينا سمية 10 سنين، وطارق الله يرحمه كان 2 سنين، فحطينا في دخلي في مدرستنا يعني سنة. بعدين اتجوز ماما عايدة اللبنانية، هي بقى اللي ربتنا، هي اللي تولت تربيتنا وجابتني فين مريم. ايوه، فبقيتوا عيلة كبيرة. واللي عرفته انه اخوه كمان ترك اولاده. لا، اخوه ما كانش متجوز، وكانوا اخواته كانوا 4. فاذا عبد المنعم ابراهيم ما كانش مجرد فنان كوميدي، ده كان يعني عنده قصص وحكايات. عيلة كبيرة، عيلة كبيرة جدا يعني. وبعديها برضو توفى جوز اخته، كان برضو بيشرف على تربيتهم، 6 اولاد. عبد المنعم ابراهيم يعني كفنان تعودنا عليه خفة الدم، اللطافة، قدم أدوار كتير، واضح إن هو كان عاشق لعمله. يعني أنا عرفت إن هو بعد ما يعني 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 كان عشقه للمسرح في البداية. طبعا. من طبعا. مسرح زكي طليمات لإسماعيل ياسين طبعا. وبعد كده يعني بدأ بقى أعماله من الخمسينات، سينما وبعد كده تلاها التلفزيون وبعدين يعني سينما. إيه أكتر حاجة يعني إيه أكتر يعني إيه الأدوار اللي كان نفسه يعملها وما عملهاش؟ وإيه الأدوار اللي هو حس إن هو كان سعيد بيها لما كان يتابعها كان يبقى مبسوط؟ كان بيتابع مثلا التلفزيون، يجيب يوم الأجازة فيلم ليه من الثلاثية، ولا كان يقعد يتفرج عليه ويتفرج عليه سعيد تاني. جدا. طبعا. ويبقى مبسوط. المسرحيات بقى كان نفسه يعمل البخيل لمولير، بعدين ما قدرش يعمل، ما لحقش يعني. مين اصحاب الفنان عبد المنعم ابراهيم؟ اصحابه كان له الاستاذ المخرج محمد عبد العزيز، وكان لي واحد تاني الاستاذ علي نصر الله يرحمهم بقى الاثنين، كان في مسرح العرايس. يعني هو لما ما يكونش عنده دور بيعمله، ما يكونش بيمثل، كان بيعمل ايه؟ لا، كان يتغدى مثلا وينام شويه ويصحى ياخد قهوته وينزل يروح بقى. كان في واحد صاحبه اسمه انكل علي شادي بتاع عربيات، كان يروح يقعد معاه. حد خارج الوسط بقى، يلموا بقى الصحاب كلهم ويقعدوا مع بعض. طيب، يعني اولا كان منشغل جدا، عمل افلام كتير قوي، مثل ادوار كتيره جدا يعني، وادوار مختلفه، كوميدي ودراما ودمه خفيف. هو بقى عبد المنعم ابراهيم جوه البيت، هو مين في الادوار دي؟ شبه مين في الادوار اللي عملها؟ لا، هو شبه عم ادم. يعني لما كبر بقى يعني شايل هم حاجات كتير، عايز يعني يرضي ناس كتير. دايما بنشوف الكوميديان يعني ما بنشوفه على الشاشه بخف الدم، لكن في البيت كان عنده نفس الروح. هو كان لذيذ وبيحب، ما يحبش النكد يعني. ما كان اب شديد؟ لا ما يحبش النكد ولا خالص. شديد ولا يزعق لنا ويتخانق معانا. كانت الماما عايده الله يرحمها هي اللي ماسكه الاعداد ده، زمام الاعداد التربيه. عبد المنعم ابراهيم لو احنا قعدنا نتكلم نقول نحطه فين، فهنلاقي انه فكره انه صديق البطل في اعمال كتيره جدا. يعني ما حدش خد المكانه دي، يعني صديق البطل ولكن اسم كبير تقيل. يعني قدر يعني مثلا مش ممكن ننساه في اعمال كتيره قوي.
هو قدمها الزوجة الثانية مثلا هو وسعاد حسني. أيوه يعني والزوجة 13 والزوجة 13 رشدي أباظة كفاية بالظبط يعني الاثنين مش ممكن ننساهم أبدا. والسفيرة عزيزة مع السفيرة عزيزة وشكري سرحان وأكتر واحد في السينما عمل دور الست سكر هانم. أيوه وأضواء المدينة ولقندة المفاجآت مع إسماعيل ياسين. لما كان بيعمل الشخصيات دي كان بيستعد لها في البيت ولا انتوا كنتوا اطفال ما كنا صغيرين؟ كنا صغيرين قوي. ما كانش لسه يعني سكر هانم كان لسه يعني كان عندي أطفال. سنه مثلا. تمام. طب المرحله بقى لما كبر فيها عبد المنعم ابراهيم وعمل حاجات الحقيقه في التلفزيون وكان ليه تقل ده كنتوا بقيتوا خلاص شايفينه وبتشوفوه كان يحب تبقوا قاعدين وتتفرجوا على العمل بتاعه؟ طبعا بس هو ما بيبقاش كان متواجد معانا دايما بيبقى بره. ايه اللي سابه عبد المنعم ابراهيم؟ يعني سايب حاجات خاصه بيه، كتب، مكان كان ليه مكان في البيت خاص. هو له مكتبته وكان كتبه اللي بيحبها وكان بيقرا كتير. وكان لما يجي له دور يقعد لوحده يفصل دوره في نوته كده صغيره. اخر كلمه هو هيقول ايه وبعدين يحفظ وبعدين يجي يقول لي سمعي لي بقى لما كبرنا. لما كبرت سمعي. فعندنا نوت صغيره كده بخط ايده يعني. ايوه ويقعد وكان يعيش ويتقمص. كان هو كان بيحب شغله قوي وما كانش يروح متاخر، كان يروح في ميعاده. وكان مين الابطال اللي هو كان حاسس انه بيرتاح في الشغل معاه؟ هو اشتغل مع ناس كتير قوي بس مين اللي هو دول حبايبه بقى اللي يحب يشتغل معاهم؟ هو يعني كان بيحبهم كلهم الصراحه، يعني حتى هم يتحبوا كمان. طبعا طبعا. الجيل ده ما فيهوش حد ما يتحبش، يعني رشدي أباظة طبعا، شكري سرحان، كل الناس دي طبعا وكانوا بيحبوه كمان يعني. كان ليه اكيد عندهم معزه خاصه جدا. اكيد اكيد. طيب يعني منذ ايام كان في احتفال بمئويه اول امبارح والثلاثاء عبد المنعم ابراهيم. الحمد لله. مهرجان السينما احتفلوا. خليني يعني اسالك بصراحه، يعني انت كابنه واحنا كمان كجمهور، هل حاسه انه تم تكريمه بما فيه الكفايه؟ هو الحاضر الغائب بس ما خدش حقه لحد دلوقتي. حاسه ان هو لازم يكرم اكتر من كده او ياخد حقه اكتر ويدرس، ويا ريت هنا التلفزيون المصري يعرض المسرحيات القديمه بتاعته. مسرحيات اعتقد ان هم كانوا في فتره من الفترات بيعرضوها يمكن على ماسبيرو زمان. أيوة تكون بس موجوده. ما بقوش يعرضوها تاني. ما بقوش يعرضوها كتير. يعني انا شايفه في الفيلم اللي احنا عاملينه يعني زمايلنا في التاسعة، هو في حته اعتقد معروف الاسكافي وهو بيتكلم على الحقيقه. اعتقد ده متصور في التلفزيون. لا، عالم للسهرات ده كان في الاردن. في الاردن وهو بيتكلم تعرف ايه عن الحياه وكده. لا ده كان عالم استعراض كان في الاردن وبيستضيف كل مره فنان. وكان لذيذ قوي. كان برنامج لذيذ قوي فعلا. كان دايما في الاعمال يحب عايز يتجوز من بره الصندوق، يعني دايما عايز يتجوز بكاكا داسة او يعني يشط بقى بشكل كبير في حته تانية. زوجته اللبنانيه يعني ما فكرش انه يتزوج سيده مصريه بعد والدتك، ولا هي الظروف جت؟ ما هو اتجوز ماما عايده واتجوز كوثر العسال كمان. ممثل. طيب انتوا يعني ايه اللي محتفظين بيه لعبد المنعم ابراهيم؟ ليه حاجات في البيت كانت خاصه بيه، قلمه، حاجات خاصه بيه؟ في له طاقيه انا مفضله، لان احنا للاسف اول ما توفى بعديها بفتره كده في ناس كتير بقت تيجي عايزين حاجات نحطها في، ما هنعمل متحف، هنعمل مش عارفه ايه، فابتدينا نديهم الحاجات دي، فمبقاش عندنا حاجه على اساس انهم يحطوها، وبعدين ما عرفناش مين دول ولا هيحصل ولا فين هم. يعني بتحلمي ان يكون في، انا دايما بحلم الحقيقه يكون في معرض للفن كده، مقتنيات فنانين العظام دول. هما كانوا ابتدوا عملوا في مسرح الجمهورية بس ما اعرفش بقى كملوا ولا وصلت لحد فين. انا عايز اعرف اكتر عن عبد المنعم ابراهيم الاب،
يعني احنا دايما بنشوفه في الصورة اللطيف اللذيذ الحبوب، لكن اكيد هو كأب كان دايما او كإنسان يعني كان في ناس في رقبته كتيرة قوي. وهو كان مغلبه الله يرحمه اخويا الصغير الله يرحمه برضه، كان من كتر الدلع كان مغلبه قوي، فكان دايما يقعد يقول خلي بالك من اخوك طارق يا سوير، اقول له حاضر ان شاء الله يا بابا ما تخافش عليه. فكان يعني الدلع الزياده ما بقاش مش أيوة. مش حلو يعني لكل حاجه، بس الله يرحمه بقى. لما بتشوفي لغايه دلوقتي فيلم من افلامه بتبقي حريصه انك تقعدي تتابعيه كاني بشوفه لاول مره، مش هتصدقيني من اول وجديد يعني. كان بابا موجود بشوفه يعني. انا لما ببقى زعلانه او متضايقه وعايزه اعمل اي حاجه افتح التلفزيون الاقي بابا في وشي، اقول كان الحمد لله كانه بيطبطب عليا يقول لي ما تزعليش. يفضل الاب اب مهما كان. اخر عمل كان ليه كان اولاد ادم. اولاد ادم ده كان اخر اعماله يعني. انا كنت بروح له الاستوديو وبشوفه هناك عشان كان تعبان ايامها، وبودي له اكل مسلوق يعني الاكل اللي مش هيفضل عارفه هتفضل المرحلة وإن كان فيها حتى عبد المنعم إبراهيم تألم، لكن هنفضل نشوفه هذا الشخص المبتسم الجميل اللي أمتع الملايين. أنا رحت معاه كمان الحج سنة 87، كان حج جميل قوي. أكيد ساعتها المطوف الناس كانوا بيسيبوه يؤدي الفريضة ولا ده عبد المنعم إبراهيم بيحج يعني؟ لا كانوا يقعدوا معاه ومبسوطين، بيقعدوا في جلسات ذكر ومبسوطين. بعدين المطوف ضحك علينا، لا لقينا المكان نقعد فيه ولا اي حاجه نعملها، فقال لي يا بنتي احنا هنتبهدل كده، تعالي نروح مطرح ما انا بحج كل سنه. فراح فعلا الاوتيل اللي كان هناك وفعلا كملنا الحج معاه. فبعدين قال له انا هكتب لك شيك استاذ، قال له لا عيب عيب يا استاذ عبد المنعم، انتوا ضيوف الرحمه. الله يعني خليني اقول انتوا يعني بناته يعني اللي بتحتفلوا بيه طول الوقت وبتتمنوا ايه اللي بتتمنيه يعني نفسك ايه يتحقق؟ يعني تكريم اكتر يعني يتكرم اكتر من كده يعني، يبقى له حاجه تتعمل له الناس كلها تفضل فاكره بيها وتترحم عليها عشان اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا وفنان عظيم واحنا لينا فيه زي ما انتوا ليكوا فيه من كتر ما الحقيقه استمتعنا بيه. استاذه سويرة عبد المنعم ابراهيم بشكرك وتفضل ذكراه، لانه الفنانين العظام دول ما بيرحلوش، هتفضل اعمالهم على الشاشه نستمتع بيها طول الوقت اكيد يعني. الوقت انتهى الحقيقه، واعتقد ان المباراه انتهت كمان بتاعه مصر، واتمنى يعني الخير ان شاء الله تكون ليله كده جميله عليكم، ويبقى المنتخب ان شاء الله يعني قدر يحقق الفوز الليله دي، والنتيجه لسه 2-1 حتى اللحظه واحنا بنختم، لكن يعني كل امل كده. المباراه انتهت فعلا، مبروك لمصر، مبروك لمصر الحقيقه. انا سعيده جدا لان من اول ما قلنا مساء الخير كان الجول الأول، فاحنا بنقول لكم تصبحوا على خير ومصر فازت، وأنا هبقى سعيدة جدا يعني. هسلم كده كريم رمزي وأقول له أهلا وسهلا، اتفضل دلوقتي إن شاء الله كده نحتفل معاه ونحتفل معاكم. أنا سعيدة كمان مش بس إن المنتخب كده إن يكون عدى بالمباراة الحلوة دي، وإنه الجمهور الكبير اللي ملى استاد القاهرة ده يرجع كده يعني سعيد ومنصور. كل سنة وانتم طيبين يا مصريين، تستاهلوا كل خير، كل سنة وانتم دايما بخير، ومبروك لمنتخب مصر الوطني، مبروك الفوز على بوركينا فاسو 2-1، وان شاء الله نستعد الى غينيا بيساو يوم 10 يونيو. انتهت التاسعة ولكن تتجدد غدا التاسعة معكم بإذن الله. مرة تانية أستاذ سهير بشكرك شكرا جزيلا، وشك حلو على مصر زي وش عبد المنعم إبراهيم بالظبط، يعني دايما بيحب مصر وعاشق ليها. شكرك ونورتينا في التاسعة، تصبحوا على ألف خير، ونتابع معكم بكرة بإذن الله حلقة جديدة من التاسعة. أما أنا ألقاكم بإذن الله الخميس المقبل بإذن الله.